الأهلي يكتفي بهدفين في المباراة الأولى قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا، الهدفين لوليد سليمان وإسلام محارب. كان بمقدار الأهلي أن يزود محصلة الأهداف لثلاثة وأربعة وخمسة كمان، لكن أعتقد كمان أن 2-0 أحسن كتير من 3-1. شوطين مختلفين، الشوط الأول قدر الأهلي عن طريق وليد سليمان في الدقيقة 23 يحرز الهدف الأول بهدف رائع جدا 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 من أسيست رائع كمان لأحمد حمودي للمرة الثانية في دوري أبطال إفريقيا بعد مباراة حورية الغيني، والهدف الثاني لإسلام محارب هدف جميل جدا 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 مع وليد أزارو مساعدة وليد أزارو. الشوط الثاني مختلف شوية عن الشوط الأول، والإجهاد والإرهاق والسفريات من لبنان لمصر ومن غينيا للبنان ومن لبنان لمصر، أعتقد كان في إجهاد كبير جدا جدا وإرهاق شديد على اللعيبة، كانت نتيجته إصابة صلاح محسن. هنشوف بعد شوية هي شد في العضلة الخلفية أو شد في العضلة الأمامية آسف ولا كدمة في العضلة الأمامية. على العموم الأهلي يؤجل بطاقة الصعود للدور النهائي إن شاء الرحمن، هتبقى في الجزائر يوم 23. كابتن ماهر مبروك. مبروك يا كابتن سيد، مبروك كابتن حماده، مبروك كابتن اسامه. الله يبارك. طيب ابارك للكباتن وبعدين ارجع لحضرتك تديني رايك بشكل عام. مبروك كابتن حماده. مبروك كابتن سيد. مبروك. مبروك كابتن اسامه. الف مبروك يا كابتن سيد، وبنبارك طبعا لجمهور النادي الاهلي اللي ما حضرش المباراه النهارده من بره. يعني شافوا المباراه لكن اللعيبه كانت رجاله النهارده، وبنبارك لكل جماهير النادي الاهلي. ان شاء الله الرحمن اللي جاي يبقى احسن بقى باذن الله في المباراه النهائيه باذن الله الخاصه بالجماهير. كابتن ماهر كلمني بشكل عام على المباراه قبل ما نتكلم في التفاصيل واحده واحده. مبروك طبعا لمجلس اداره النادي الاهلي، الجهاز الفني، اللاعبين، الجمهور، وطبعا بنحيي طبعا جمهور واعضاء النادي الاهلي اللي هم حضروا المباراه النهارده، وفعلا كانوا يعني سند كبير جدا للاعيبه النادي الاهلي. واضح يا كابتن سعيد ان زي ما احنا اتكلمنا على السيناريو من قبل المباراه، قلنا ممكن وفاق سطيف يضغط على النادي الاهلي من ضمن السيناريوهات اللي بداها، وفعلا ده اللي حصل في اول يمكن 10 دقائق، وبعدين بدا يتراجع الى نص ملعبه ان هو يضيق في 35 يارده على النادي الاهلي ويقفل على مفاتيح النادي الاهلي. لكن النادي الاهلي استحواذه في الشوط الاولاني يا كابتن سيد واستخلاصه للكوره والتحركات من الكوره والباص السهل اللي احنا اتكلمنا عليه ساعد كتير جدا على ان النادي الاهلي يقدر يفتح التكتلات الدفاعيه اللي كانت موجوده عليها وفاق سطيف في نص ملعبه في يمكن في 35 يارده. ويمكن من بدايه المباراه واضح قوي النادي الاهلي كان عنده الجبهه اليمين اللي احنا يعني الكابتن حماده اتكلم على حمودي من البدايه واسامه اتكلم على حمودي من البدايه، وكان فعلا راي الجهاز الفني ان حمودي في حاله جيده من المباراتين السابقتين، وده اثر تاثير كتير جدا الجبهه اليمين في بدايه المباراه. يمكن احمد فتحي وحمودي يعني كانت معظم هجمات النادي الاهلي من هذه الجبهه اللي اثمرت طبعا على اول هجمه منظمه كانت من اسلام محارب لحمودي، ثم يمكن القائم كان له راي اخر في اول اربع دقائق النادي الاهلي بدا هجماته المنظمه اللي اثمرت على القائم يمكن شال الهدف لحمودي. بعد كده بدا النادي الاهلي ينظم صفوفه من خلال استحواذه في نص الملعب لحد يمكن الجول الاولاني اللي احنا شفناه لوليد سليمان بضربه راس لوليد. كل مباراه كابتن سيد بيثبت لنا ان هو فعلا خبره، ان هو قيمه وقامه، ان هو لاعب محوري في النادي الاهلي، ان هو صاحب السعاده لجمهور النادي الاهلي في خلال المباراه السابقه بضربه راس. ووليد كمان يعني ما شاء الله يعني بيجيب برجله اليمين وبيجيب برجله الشمال، النهارده كمان بيجيب لنا بضربه راس جميله عشان يفتح لنا الجيم في اول هدف لوليد سليمان في الدقيقه 23. بعد كده يمكن ال 1 2 3 اللي اتعمل من العمق، الجمله الجميله اللي عملوها يمكن وليد سليمان مع اسلام محارب عشان اسلام محارب بيسجل الهدف الثاني نتيجه خطا من دفاع وفاق سطيف، ان في المنطقه ديت بعد ما استحوذ مدافع وفاق سطيف المفروض بيشتت، لكن هو خدمنا ان هو حاول يعدل ويخش الملعب مره اخرى، لكن الضغط اللي اتعمل من اسلام محارب وبعدين التصويبه برجله اليمين عشان يسجل الهدف الثاني في الدقيقه 42. كده تقدر تقول ان الشوط الاولاني استحواذ كامل للنادي الاهلي بنسبه 80%، اداء ونتيجه نهى بيها النادي الاهلي الشوط الاولاني. طيب كابتن حماد اديني رايك بشكل عام كده قبل ما نخش في التفاصيل الفنيه. طيب انا اتكلمت يمكن على نقطه جزئيه واحده، قلت لك الجزء البدني هم احسن. طبعا داخل في الارهاق بتاع النادي الاهلي اللي انت اتكلمت فيه طبعا، ما ده بيقلل من البدني بتاعك. شوط مغير طبعا، الشوط الاولاني النادي الاهلي ادى بشكل كويس جدا، ويمكن نهى المباراه في الشوط الاول، عمل كل حاجه وقدر يوصل واستغل اخطاء قلب الدفاع
الثغره الموجوده عند وفاق ستيف، يمكن الهدفين من العمق من قلب الدفاع، قدرت توصل بكره ثابت، كره بتاعت حمودي لوليد، كره برضه في عمق الملعب لاسلام محارب عرف يسجل منها هدف. الضغط كان ممتاز جدا الشوط الاولاني، التقارب الخطوط كان ممتاز. عايز اقول لك بوجهه نظري النهارده سليف كوليبالي وايمن اشرف نجوم في الشوط الاول والثاني، بالذات الثاني اللي كان فيه عبء عليهم بشكل كبير جدا. التراجع البدني يمكن في لعيبه كتيره، الاجهاد واضح عليهم، وليد اسلام ازارو حسام عاشور اسلام كمان اسلام هشام محمد، يعني اكتر من لعيب النهارده في الملعب كان فيه بواضح الارهاق بواضح عليهم بشكل كبير جدا. النهارده فوز صعب، يعني هم لو في عندهم توفيق او عندهم حد بيشتغل على المرمى بشكل كويس كان ممكن الامور تتغير، ولكن الحمد لله قلب الدفاع بتاعنا واقف بشكل كويس، محمد الشناوي او الدفاع عندنا الاربعه اللي ورا كانوا بيشتغلوا من الناحيه الدفاعيه، احمد فتحي بشكل كويس. هم طبعا خلوا الاستحواذ اكتر الشوط الثاني، ولكن الخطوره ما كانتش موجوده بشكل كبير يعني، ولكن هم قدروا يسيطروا على وسط الملعب نتيجه تراجع البدني الموجود عندهم. صح بالظبط كده، يمكن حته وجود في وقت معين وجود وليد واحمد حمودي، حته الرجوع ما كانتش موجوده، فكان الضغط كبير قوي على حسام وعلى هشام محمد لوحدهم في نص الملعب، فهم قدروا يستحوذوا على نص الملعب في الشوط الثاني. زي ما قلت التراجع البدني كان ليه سبب، يعني من الاسباب اللي هي خلت النادي الاهلي بالشكل ده، ولكن برغم ذلك قدرت تعمل هجمات مرتده وتضيع فرص بشكل كويس جدا في الشوط الثاني، كنت ممكن يعني الجون الثالث كان ينهي بشكل كبير طبعا. انت وجالك جون ثالث، يعني خليني اقول لكم يعني في العرض يعني حاجة. انا هنلاقيها منين ولا كتير. منين هنلاقيها منين ولا منين يعني محليا افريقيا يا جدعان. في جول طبعا صحيح مليار في المية، في جول لازارو وليد لازارو ومؤمن زكريا عملها له نموذج، يعني هتبين انا عندي صوره ليها، انزل بيها يا سمير لو سمحت، في صوره تبين قد ايه ما فيهاش اي حاجه خالص. الحكم المساعد الثاني الاثيوبي يعني ظلم الاهلي من هدف يعني سهل جدا 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 في احتسابه. بص ده على بعد حوالي متر او متر وشويه هناك مغطي باينه جدا. بص ومش هنحتاج خط بقى، خلي بالك ليه مش هنحتاج خط بقى؟ لان هو 18 خط. بص 18 خط خلاص 18 خط فصل فدي اتحسبت، دي اتحسبت حكم غير موفق، اللايمان غير موفق، اللايمان لكن الحكم كويس قوي، وفيته غلط. لا احنا اللايمان غلط، احنا ما حسيناش بالحكم طول المباراه، الحكم هايل جدا لكن اللايمان اللايمان صعب هادي وفي ورا كل كوره، حتى اسلوبه مع اللعيبه يعني مسيطر على الجيم ما حسيناش بيه النهارده. طيب خليني اقول لك قبل ما اخد رايك كابتن محمد محمود لطفي انتشر في افريقيا. محمد محمود لطفي انتشر في افريقيا. تسلل طبعا ملوش علاقه ابدا بالتسلل اطلاقا خالص، يعني اعتقد ان ده من القرارات السهله جدا 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 جدا، بيحرم الاهلي من هدف ثالث مريح جدا في مباراه العوده، لكن هي دي كره القدم. يعني محمد يبدو في الافاق ان محمد محمود لطفي انتشر في افريقيا. اتفضل يا كابتن اسامه. طبعا مبروك للنادي الاهلي اول شوط هو عندنا هنا في مصر، فالحمد لله على الفوز 2-0 برضو وفاق سطيف من الفرق الكبيره اللي ليها اسمها في افريقيا. بالنسبه للمباراه النادي الاهلي دخل المباراه النهارده، كان وفاق سطيف دخل عكس ما احنا توقعنا، قلنا هيضغط، ضغط على النادي الاهلي، كان هو مسيطر على اول 10 دقائق، بعد كده هشام محمد وحسام عاشور وليد سيمان بداوا يسيطروا على منطقه نص الملعب، هي دي اللي ادت الافضليه للنادي الاهلي. علشان كده النادي الاهلي لو قيمناه على مدار المباراه شوط اولاني هايل ما شاء الله، استحواذ وخل فرص هدفين، الهدف الاولاني ما شاء الله احمد حمودي هي نفس اللعبه اللي عملها الوليد ازارو قبلها وكان التسلل صحيح، هي نفس اللعبه عملها الوليد سليمان، وقلنا خطوره وليد سليمان ان هو دايما بيكمل بيدخل في ال 18 وبعكس وليد ازارو، النهارده ظهرت في الهدف اللي كمل فيها مجرد احمد حمودي بيعمل العرضيه كان هو ليه تواجد في ال 18، الاوفر ما شاء الله هايل، هو مجرد لمسها وجهها في الزاويه البعيده صعبه طبعا على حارس المرمى. الهدف الثاني اسلام محارب جايبه شاطها بيمينه، لكن لو رجعنا لقبل الهدف هتلاقي وليد ازارو هو اللي حيا الكره ثاني، كانت المدافع ياخدها ويطلع بيها ورا، هو اللي حيا الكره ويعني حصل ما بينه وبين المدافع، جات لاسلام محارب سددها. الشوط الاولاني الشوط الثاني طبعا الاداء نزل، مجهود كبير خلال الفتره اللي فاتت سواء في افريقيا او سفر في البطوله العربيه او كان في الدوري، في الاجهاد باين، لو اللعيبه بنفس الفورمه مفيش اجهاد في الشوط الاولاني كنا هنشوف نتيجه كبيره، بس بالرغم ان احنا بنقول اجهاد لكن في فرص اتخلقت في الشوط الثاني وانت مضغوط
شفنا كره وليد ازارو اللي في العارضه بالدماغ، ده هدف يعني سهل جدا. وهوريك واحده دلوقتي ثانيه انفراد وليد ازارو بيها يا سمير، انفراد وليد ازارو اللي ركنها بسيط جدا يعني، زائد الهدف برده اللي اتحسب تسلل. هو وليد ازارو يعني نصيحتي ليه، هو مستعجل الهدف، عندك حق، طول ما هو مستعجل الهدف هيلاقي الامور صعب. هو بيعمل مجهود ما شاء الله هايل، ودوره باين في الملعب، بوسع لوليد سليمان وبيخلق مساحات لاسلام محارب واحمد حمودي وبيرجع يدافع. شفنا كره على 18 هو اللي مش بيرجعها للشناوي، صحيح، فدور دفاعي هايل، دور هجومي هايل، هو ما يستعجلش الهدف، هو الهدف يجي لوحده. هو ما شاء الله من اللعيبه اللي بتبذل مجهود كبير. كلمنا على نقطه ضعف النهارده، باك ليفت هواري فرجاني، قلنا ده نقطه ضعف في دفاع وفاق سطيف. لو استغلينا النقطه دي هنقدر نشتغل من الناحيه دي. شفنا احمد حمودي من الناحيه دي اشتغل شغل هايل، راح كذا اوفر في ال 18، احمد فتحي اشتغل، وليد سليمان كان بياخد برضه في الاماكن دي وراح وعمل فيها شغل كويس. لكن النهارده الحاجه اللي يعني اللي نفسي بقى كارترون ممكن يفكر فيها خلال الفتره اللي جايه، واحنا اتكلمنا عليها هنا في كتير في ملعب الاهلي، حته تغيير احمد فتحي ممكن يدخل في نص الملعب ومحمد هاني هو اللي يكون باك يمين. النهارده شفنا تغيير اكرم توفيق، وانت مضغوط كارترون النهارده سحب وليد، سحب احمد حمودي ونزل اكرم توفيق. بقى النادي الاهلي بيلعب بثلاثه في نص الملعب، هشام محمد، حسام عاشور، اكرم توفيق، عشان تقدر تسيطر على منطقه نص الملعب اللي كانت مدياك افضليه في الشوط الاولاني. لكن اكرم توفيق هو لعيب كويس لكن لسه خبراته الافريقيه يعني قليله شويه، ما دخلش في المباراه الدخول النهارده الكويس. كنت اتمنى كارتون ممكن يبص للتغييره دي بعد كده. احمد فتحي عنده خبرات كبيره، محمد هاني برضه لعيب عنده خبرات كبيره ولعب في افريقيا كتير، ممكن احمد فتحي بعد كده يدخل في منطقه نص الملعب مع حسام عاشور او هشام محمد، هيديك حتى توازن في الملعب. في النواحي الدفاعيه احمد فتحي قوي، عنده عمليه الاستحواذ وبيكمل برضه في الناحيه الهجوميه، ومحمد هاني برضه يقدر يقفل ناحيه اليمين. طيب نروح نشوف كريم احمد مع كابتن محمد يوسف قال ايه عن اللقاء، ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا كابتن ماهر وكابتن حماده وكابتن اسامه. بجد التحيه ليك كابتن سيد عبد الحفيظ، كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. فوز هام جدا بالنسبه للنادي الاهلي، كان عندنا ثقه كبيره في كل اللعيبه، في الجهاز، في مجلس الاداره، الكل اشتغل بشكل كبير جدا على هذه المباراه. مع الكابتن محمد يوسف القائم باعمال مدير الكره المدرب العام. كابتن يوسف في البدايه بقول لك الف مبروك، مباراه كانت قويه جدا، عدينا ليها بشكل كبير، ضيعنا كتير، لكن في بدلك قابل بعض اللعيبه، تقول النهارده على الجيم وشايف الاداء القوي والرجوله من كل اللعيبه النهارده دي ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحمد لله انا بحمد ربنا، النتيجه نقدر نقول كويسه، رغم ان احنا كنا ممكن زي ما انت قلت ان احنا ممكن نضعفها الشوط الثاني بالتحديد، ضيعنا اكتر من فرصه لان فريق وفاق سطيف بقى بيهاجم بدون حسابات وبدون تمركزات صحيحه، وبالتالي يعني جات لنا اكتر من فرصه كنا نقدر. لكن انا عايز اقول الحمد لله احنا من الاول خالص، لو انت رجعت الكلام بتاعنا قبل المباراه قلنا المباراه 180 دقيقه، واحنا بنتعامل مع المباراه من شوطين، شوط هنا في القاهره وشوط في الجزائر، فاحنا الحمد لله. لكن مش معنى كده ان الموضوع خلص، احنا لازم نبقى بناكد وتاني بفكر الناس ان احنا عندنا 90 دقيقه صعبه جدا هناك، لازم نستعد لها بشكل قوي بشكل مركز قوي، لان الكره فيها كل حاجه. فالحمد لله انا بشكر اللعيبه النهارده والجهاز، ركزنا كويس رغم ان حتى في اجواء محيطه بينا متغيرات سريعه قوي في ال 72 ساعه الاخيره، لكن احنا الحمد لله فاصلين الفرقه وفاصلين اللعيبه خالص، كل تركيزنا في المباراه وكل تركيزنا في الاداء الفني بتاعنا، وربنا يكرم ان شاء الله في الفتره الجايه ان شاء الله. لو بتكلم كمان على الحضور اللي كان قله من الجمهور كانت موجوده او عدد بسيط من الجمهور، كان مساندين بشكل كبير، بنتمنى كمان في المباراه اللي جايه مباراه النهائي اللي ان شاء الله باذن الله نوصل لها يكون جمهور، حابب تقول ايه للجمهور اللي بيساند سواء في المدرج او غير المدرج كابتن؟ بص يا كريم احنا الحمد لله يعني احنا نتمنى الجمهور يبقى موجود، والمباراه اللي فاتت كلنا شفنا مع حريه كوناكري قد ايه اللعيبه بتلعب بنفس مفتوحه وروح احنا قبل كده عندنا ظروف مشابهه قبل كده، وبفكر اللعيبه دايما وقلت لهم احنا لعبنا 2013 و2012 بدون جمهور وقدرنا ان احنا نكسب البطولتين وبطولتين كبار. فاللي انا اللي انا بقوله حتى لو احنا في الظروف دي احنا فصلنا لاعبتنا، ولازم نحط دوافع ونستخدم عدم حضور جمهورنا بشكل ايجابي، ان لاعبتنا تقدم وتفرح الناس. الجمهور مش هيجي الملعب بس اكيد يقعد قدام شاشات التلفزيون بيتنطط وبيفرح لما الجون يجي، وكل فرصه بنروح بيها، فاحنا برضو في النهايه لازم نسعد الجمهور حتى اللي ما جاش الملعب. وعشان كده انا بقول ان لاعبتنا النهارده رجاله وقدروا يفرحوا جمهورهم، واحنا قدرنا نقلب الصعوبات اللي بنواجهها دي لدوافع، لازم تشتغل كده ان شاء الله. عندنا مباراه يوم 23
ناخدها كده بتواضع وبتركيز ونرجع اصاباتنا تاني ان شاء الله عشان يبقى عندنا قوه ضربه ان شاء الله في مباراه 23. خدنا اي لعيبه حسام عاشور صلاح النهارده شفناه في الملعب؟ عندنا اصابات شويه، عندنا اصابات لكن ان شاء الله هنبدا نتعامل معاها. عندنا 3 اسابيع كويسين، انا شايف ان هم كافلين ان شاء الله وكافيين ان احنا نرجع تاني بلعبتنا ان شاء الله. اخيرا عشان ما اطولش عليك، رساله لكل لعيبه النادي الاهلي الرجال على الاداء المميز ده ومنتظرين منهم الكثير يا كابتن يوسف. مبروك مبروك، لكن لسه قدامنا طريق طويل، لسه احنا عندنا مباراه النادي الاهلي دايما، وانا دايما بقول لهم النادي الاهلي ما بيفتكرش وصل قبل نهائي في كام بطوله، ما بيفتكرش وصل نهائي في كام بطوله، ما تعرفش ما حدش يقدر يقول لي النادي الاهلي خد مركز تاني في افريقيا كام مره، لكن احنا عندنا 8 القاب. كل التركيز بتاعنا ان المباراه يوم 23 ان شاء الله دي خطوه تطلعنا نبدا بعد كده نفكر في الفاينل خطوه خطوه ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله ان احنا نسعد جمهور النادي الاهلي ومسؤولين النادي الاهلي، ومبروك النهارده اللعيبه كانوا رجاله، ونتمنى ان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله. شكرا شكرا. كل الشكر والتقدير للكابتن محمد يوسف المدرب العام وقائم اعمال مدير الكره. زي ما بنقول اداء كان رائع ومميز لفريق النادي الاهلي، ضيعنا كتير جدا يا كابتن سيد، لكن يمكن في اصرار واضح جدا في اللعيبه. ان شاء الله تكون مباراه العوده من نصيبنا، وبناكد على كلام الكابتن يوسف مباراه 180 دقيقه ان شاء الله يكون النادي الاهلي في المباراه النهائيه. مستمرين معاك يا كابتن سيد ومع كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، واجواء خاصه هنا من استاد السلام عقب الفوز الهام جدا على فريق وفاق الصيف. عوده ليك يا كابتن سيد وكل نجوم الاستوديو التحليلي. شكرا زميلي كريم احمد وكابتن محمد يوسف. عايزين حاجه تفصيليه على صلاح محسن تحديدا، ده هو من اول ما نزل انا بشك في الكره اللي هو عمل فيها تاكلين، كان في تكمله معاه ولا حاجه، ممكن تكون كدمه، يا رب تكون كدمه، بس عايزين حاجه تفصيليه. فزمايلي بقى في الاعداد يكلموا كريم يشوفوا صلاح محسن خلال بقى دكتور خالد من خلال كابتن محمد يوسف مره ثانيه. 3 اسباب رئيسيه النهارده في عدم مضاعفه النتيجه. السبب الاول سوء التوفيق اللي لازم وليد ازارو واسلام محارب ومؤمن زكريا ووليد سليمان في بعض الكرات. السبب الثاني الارهاق الشديد جدا اللي حس بيه لعيبه النادي الاهلي وتحديدا في الشوط الثاني. والسبب الثالث طبعا هو المساعد الثاني الاثيوبي اللي لغى جول ما فيهوش اي اطلاقا اي سبب من اسباب التسلل وعدم احتسابه، لكن هي دي كره القدم. كابتن ماهر، الاهلي بدا الشوط الاول نفس بدايه الشوط الثاني، اتكلم بقى في التفاصيل بشكل اوضح شويه. وفاق الصيف على عكس المعتاد بيلعب بره ارضه وبيلعب قدام النادي الاهلي، لكن اول 3 دقائق في الشوط الاول واول 5 6 7 دقائق في الشوط الثاني كانت هو اللي عنده السيطره والاستحواذ اكتر شويه، وبعدين الاهلي راح واخد زمام الامور، والاهلي هو اللي اخطر والاهلي هو اللي وصل للمرمى. اشرح لنا من خلال وجهه نظر سيادتك. بالظبط يا كابتن سيد، الشوط الثاني بدا وفاق الصيف ما عندوش حاجه يبكي عليها، يعني 2-0 عايز يعوض، عايز يجيب جول، الجول ده يفرق معاه بشكل كبير جدا. النادي الاهلي بدا بردك باستحواذ من بدايه يمكن 10 دقائق الشوط الاولاني، لكن استحواذ النادي الاهلي وخطورته يا كابتن سيد بدات من الدقيقه 80. يعني احنا بنتكلم على الفرص اللي احنا كنا ممكن نعدل النتيجه فيها بالهدف الثالث، ومنهم طبعا الهدف اللي حصل اللي يمكن لاين مان رفع عليه تسلل وهو عرضه ثاني يا سمير بص بشكل جيد جدا في عمق الملعب. ويمكن ما هو مخرجنا سمير بيجيب لنا وضع مدافع بهذا الشكل بياكد ان هو بيغطي الخط ككل، واضح قوي ان الجمله ما فيهاش تسلل، واضع لنا هدف ثالث يفرق معانا بشكل كبير جدا. بلغه الكوره بنقول انه بيذبح المباراه، بيموت المباراه. لكن عايز اقول لك ان حصل استحواذ بعد كده في نص ملعب وفاق ستيف نتيجه ان هم احنا اتكلمنا قلنا عندهم بعض اللعيبه المهارين اللي موجودين في تركيبه الفريق، يمكن اكرم والياس وعبد المؤمن وحسام والحبيب كراس الحربه اللي هو يمكن قوي وكان، لكن طبعا دفاعنا النهارده قلبي الدفاع بالذات يمكن كولوبالي وايمن اشرف يعني وقفوا من خطورته بشكل كبير جدا، باستثناء عبد المؤمن هو يمكن هو اللاعب المهاري اللي كان بيسر خطوره علينا لما بيستلم من على الطرف ويبدا يخش جوه يوسع لنفسه، يا اما بيعمل هاف كروس او بيصوب على المرمى. لكن عايز اقول لك كابتن سيد ان احنا دخلنا في بدايه دقيقه 80، يعني الهجمه اللي كانت منظمه من وليد سليمان اللي عملها هاف كروس على راس ازارو اللي ازاروا لعبها بدماغه وضربت في العارضه. يعني دي والثانيه الانفراد بالظبط، يعني دي كانت الهجمه المنظمه للنادي الاهلي اللي كان ممكن يقتل بيها المباراه بلغه الكوره. يمكن دي كانت في الدقيقه 83، اما في الدقيقه 6 بص ده الانفراد يا كابتن ماهر كابتن حماده ده الانفراد بعد كده اللي هو بتاع ازارو وازارو يا كابتن سيد في الحاجات دي تحبطني رجله سبحان الله، يعني هو بيجيد الحاجات دي اللي فيها انفراد، هو تقيل قوي يعني عامل كل حاجه صعبه على فكره
تقلع الكوره، خدها اولا 10 على 10 نموذج اسلام محارب. انا بقول لك باحساس لاعب الكوره ما كانش لعبها الوليد ازارو، هو لعبها للابعد مؤمن زكريا، هو قالش منه راحت قصيره الوليد، وليد عارف يخش بيها ياخد المدافع في ظهره وبيروح انفراد بيها قوي بقى خلاص. يعني هو وجون بس عايز اقول لك برضو دم مش يعني البدني برضو والارهاق له التركيز سبب بالظبط. دي يا كابتن سيد كذا حبيبتك يعني. دي كانت في الدقيقه 86. في الدقيقه 88 الهدف بقى اللي احنا شفناه، الهدف الجميل اللي اتعمل بتاع مؤمن مع ازارو، هدف حسب تسلل ده كان في الدقيقه 88، وانا شايف ان ده كان هدف اكيد. في الدقيقه 89 اسلام محارب انفراد كمان، يعني اسلام برضك بيضيع هدف اكيد في الدقيقه 89. عايز اقول لك ان من خلال الفتره ديت النادي الاهلي دخل بشكل ايجابي، ضاعت يمكن اكتر من فرصه كانت ممكن النتيجه توصل لثلاث اهداف، لكن كلنا اجمعنا ان فعلا الاجهاد كان واضح على لعيبه النادي الاهلي، وبنحييهم حتى على الاجهاد ده كابتن سيد، لكن تحس بخطوره النادي الاهلي بشكل كبير. لكن عايز اتكلم على التغييرات اللي حصلت، انك انت خرج من عندك اهم لاعبين في وسط الملعب وليد سليمان وعصام عاشور، اثروا بشكل كبير جدا على اداء النادي الاهلي في نص الملعب. الفتره اللي خرجوا فيها اللي قدر النادي وفق ستيف ان هو يحتفظ بنص ملعبه، يسيطر على نص ملعبه ويبدا يبادل النادي الاهلي بهذه الخطوره. لكن عايز اقول لك يا كابتن سيد ان ساعات التغييرات بتبقى يعني خارجه عن نطاق الخدمه او ما بتخدمش الجهاز الفني. يعني النهارده تغييرات مستر كارترون ما خدمتش الجيم في الشوط الثاني، وما خدمتش اداء النادي الاهلي بوجود، مش عايزين نقلل من اكرم، لكن هو اكرم نزل لمهمه، اكرم نزل لمهمه. في واحد اسمه اسلام بكير اللي هو نزل الشوط الثاني رقم 11، ده هو يعني المعروف عليه دايما يعني ان هو بينزل الشوط الثاني بيقلب اللقاء لصالح، هو لعيب كويس، لعيب كويس، ده جاب جول عالمي في مباراه مازيمبي كويس، فممكن يكون هو لاعب ده نزل. اول ما نزل الاسلام يعني بص تغيير حتى هو راح ناحيه اليمين عند احمد، يعني برافو اسلام، واضح انه مايل اسلام لاعب مع بدايه الشوط الثاني محمد اسلام بكير مكان حسام الدين غشه. يعني اكرم نزل في الدقيقه 67 على طول، بعدها بربع ساعه تدارك الامر على طول. طيب اكمل معاك يا كابتن حماده، واكمل معاك يا كابتن اسامه، وبالتاكيد كابتن ماهر، لكن لازم تعرف كويس قوي وتفرح كويس في يوم جميل جدا. صحيح الاهلي كان في امكانه ان هو يضعف النتيجه او يزودها ثلاثه او اربعه كمان، لكن طلع بحاجه كويسه رغم الاجهاد ورغم التعب، لكن طلع بعدم استقباله لاهداف. خلينا نفرح النهارده بفوز مستحق للاهلي، لكن على الاهلي وعلى الجهاز وعلى اللاعبين كل الحرص او كل الحذر والحرص في المباراة العودة، وخصوصا انها تقام على ملعب نجيل صناعي ووسط جماهير متعطشة بشكل كبير جدا جدا لتحقيق الفوز. نفرح النهاردة لكن استعدادنا هيكون اقوى في الفترة اللي جاية. افرحوا انتوا كمان معانا من خلال رؤيتكم ومشاهدتكم لينا في ملعب الاهلي، وابعتوا لنا مين رجل اللقاء على صفحتنا على الفيسبوك. الاهلي بعد ما كان متاخر في المجموعه بنقطه واحده بس بيجي كارتيرون ويتفوق ب 12 نقطه متتاليه من اربع انتصارات متتاليه. الاهلي الوحيد في على رؤوس المجموعات اللي صعد بعد اخفاق النجم الساحلي ومازيمبي والوداد المغربي. الاهلي بيفوز رباعيه على حريه الغيني تحت قياده كارتيرون المدير الفني الفرنسي. الاهلي بيتفوق بهدفين ذهابا تحت قياده فنيه فرنسيه لكارتيرون. مع كارتيرون الاهلي ما خسرش ولا لقاء. لابد ان تكون الثقه ما بين جماهير النادي الاهلي وكل محبين ومتابعين النادي الاهلي كبيره جدا بالمدير الفني ده. يمكن هو قليل في الكلام شويه، ما بيظهرش كتير، لكن ارقامه ونتائجه ظاهره بشكل كبير جدا جدا جدا. خلي الفتره اللي جايه كل جماهير النادي الاهلي والمساندين للنادي الاهلي في ظهر الراجل ده بكل قراراته، حتى لو اختلفنا شويه في بعض الاراء الفنيه ده مش عيب ابدا، دي حاجه صحيه، لكن الراجل يستاهل بارقامه ونتائجه اللي محققها لحد دلوقتي. خليك عندك ثقه فيه، خليك عندك يقين ان الراجل ده فاهم كرة بشكل كويس جدا 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 في أصعب الظروف. ويمكن موقف النهاردة كمان وتواجد عدد قليل طبعا في المدرجات بيبقى يمثل صعوبة على جماهير النادي الأهلي، أو أسف على لعيبة النادي الأهلي، لكن الراجل ما بيشتكيش أبدا من أي ظروف ومن أي شيء إطلاقا. فين السؤال الصعب؟ كنت لسه، لا ده السؤال الصعب ده لسه هاي اصبر. ده السؤال ده انا هعمله 200 جنيه. ده 200 جنيه طالعه من اللحم الحي، هتطلع ب 200 جنيه. يا رب اعرف اجاوب عليه. طيب كريم احمد مع حد؟ نروح نشوف كريم احمد ومع مين. يلا
مستمرين معاك كابتن سيد عبد الحفيظ كل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان معي في هذه اللحظات حارس مرمى مصر وللنادي الاهلي كابتن شناوي. مبروك يا شناوي، مباراه قويه التعدي ليها بشكل كبير للجهاز الفني وليكوا، فصلتوا نفسكم بشكل كبير عن كل الامور المحيطه. قول لي النهارده المباراه بالنسبه لك كانت ايه وبتمثلك ايه النهارده الفوز الكبير ده؟ اكيد طبعا احنا النهارده ببارك للاعيبه كلها، كانوا رجاله النهارده، ومبروك للجهاز الفني ومبروك للاداره. احنا النهارده كنا الاسبوع اللي فات كله مشغلين على الفرقه طبعا، اللي احنا اللعيبه فرقه محترمه جدا واحنا احترمناها والحمد لله. النهارده ده شوط، فاضل شوط هناك في الجزائر وربنا يكرمنا ان شاء الله ونستعدله كويس. نفكر دلوقتي عندنا ماتش في الدوري ونركز الفتره الجايه في الدوري، وبعد كده نفكر بقى في اللي جاي ان شاء الله واحده واحده. وانا ببارك النهارده للفرقه، عملوا مجهود كبير الفتره اللي فاتت، كنا مضغوطين، عندنا بطوله عربيه وعندنا افريقيا والحمد لله ماشيين بخطه كويسه والحمد لله على كل شيء، وان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله. اللعيبه الكبار وانت من اللعيبه المميزه جدا شناوي في قياده اللاعبين في داخل الملعب وخارج الملعب، اتكلمتوا مع بعض ازاي؟ لان كان مهم قوي ان احنا نستريح في المكسب، ضيعنا كتير لكن مهم قوي ان احنا كنا نكسب المباراه دي. الحمد لله على كل شيء، احنا النهارده اللعيبه الكبار طبعا واحنا كلنا بنتكلم على احنا عارفين يعني ايه اهميه البطوله بتاعه افريقيا للجمهور والاداره والنادي، اي بطوله بنخش فيها طبعا بنبقى مركزين فيها، بناخدها واحده واحده. واحنا اتكلمنا طبعا ان الماتش مش هيبقى سهل، الماتش صعب، احنا بنلعب فرقه محترمه طبعا وعندنا شوط تاني لسه هناك في الجزائر. ده الكلام كله ان احنا لازم نركز، لازم هنا في ملعبنا ما نخش فينا جون عشان نروح هناك نكون مرتاحين، عشان كده الفتره الجايه هنركز في الدوري وبعد كده نركز بقى ان شاء الله في الماتش اللي بعد بتاع افريقيا ان شاء الله. الاصابات الكتير اللي عندنا وسوء التوفيق، لكن عندنا اصرار واللعيبه واقفه على رجلها وعندها ان شاء الله امل كبير جدا ان احنا نحقق البطوله الافريقيه. ده يبقى ليه تاثير عليكم في الكواليس يا كابتن شناوي؟ والله بص يعني احنا بنلعب، مفيش حد عارف اللي بيحصل جوه الفرقه، بس احنا بنلعب وده سمه نادي الاهلي، اي حد بيكون موجود بينزل بينفذ اللي عليه وبيبقى راجل، واللعيبه كلها رجاله يعني اي حد يكون موجود في الملعب بيأدي اللي عليه، واللعيبه كلها دي سمه نادي الاهلي، اللعيبه كلها رجاله، وان شاء الله اللي مصاب هيرجع بسرعه واللي موجود هيكمل واللي موجود هيكمل زي اللي موجود بيلعب في الملعب، اي حد يكون في الملعب بيبقى راجل، واحنا كلنا دي النادي الاهلي احنا بنفكر في البطوله، ما نفكرش مين يلعب مين ما يلعبش، دي سمه النادي الاهلي اللي احنا بنفكر على طول في الفوز وان شاء الله ربنا يكرم. اخيرا تقول لكل اللعيبه الرجاله كل النجوم اللي النادي الاهلي تقول لهم ايه؟ لان لسه المشوار طويل يا شناوي. لسه ان شاء الله المشوار طويل، اللي احنا خلاص قربنا خطوه كمان واحده بس ونعدي نخش على النهائي بتاع افريقيا، لسه المشوار طويل في البطوله العربيه والبطوله الدوري طبعا، بس هناخدها واحده واحده، نفكر في كل ماتش وان شاء الله اللعيبه كلها تبقى على قد المسؤوليه ونفرح جمهورنا ان شاء الله. شكرا. كل الشكر والتقدير طبعا للشناوي، واحد من النجوم، لاعب راجل كل اللعيبه بصراحه يمكن على قدر المسؤوليه، وزي ما قلنا كابتن سيد عندنا ثقه كبيره في لعيبتنا رغم كل الظروف المحيطه بفريق النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني، لكن عندنا ثقه كبيره ان شاء الله في هذه البطوله، باذن الله يكون النادي الاهلي موفق، باذن الله تكون البطوله من نصيب النادي الاهلي. مستمرين معاك يا كابتن سيد ولقاءات خاصه هنا عقب الفوز على فريق وفاق ستيف هنا من استاد السلام، لكن في هذه اللحظات برجع لك كابتن سيد وكل نجوم الاستوديو التحليلي. مساء الفل يا كريم. طيب ادي 200 جنيه اهي زميل طارق، يعني كان عرض قال لك زود ال 100 ل 100 تجيب حاجه دلوقتي فخليناها 200. الاهلي لعب في قبل النهائي 15 مره، دي المره ال 15. مين الفريق اللي كسبه الاهلي ذهابا وايابا؟ الفريق الوحيد اللي الاهلي كسبه ذهابا وايابا. عندك خمس ثواني، 1 2 3 4 5. اذا يا لي خلاص انت عندك خمس ثواني، 1 2 3 4 5. اذا ايه؟ الترجي التونسي هي لي لا لا الترجي كان بيتعادل في مصر والاهلي يكسب هناك. ده فرقه الفريق الوحيد اللي كسبه الاهلي ذهابا وايابا في الدور ده، في الدور قبل النهائي. مرسى التونسي. ها كابتن ماهر ده انت ابو الارقام والتاريخ. 200 جنيه اهي، 200 جنيه من اللحم الحي يا عم. قبل العد افتكر قبل النهائي. ليه ازاي بس؟ ده هم 15 مره. استنى لحظة 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 واحدة بس. عايز ايه بقى؟ عايز اقولها لكم؟ اقول وخلاص؟ الحمد لله فلوسي حلال. والله العظيم ثلاثة. أنا النهاردة وأنا باخد أنت عارف باخد المصروف من مراتي وأنا نايم. فقلت لها زودي ال 200 جنيه. أنت عارف الرجالة ماتت. طيب الفريق الوحيد اللي كسبه الاهلي ذهابا وايابا في الدور قبل النهائي كان فريق نادي الزمالك مرتين بهدفين لو تفتكروا 2-1 في الدور الاول بركات و محمد بركات في الماتش الثاني. نكمل كابتن حماده كلامنا الفني. ان رغم كل الاستنتاجات الاولى
واحداث اللقاء ومجريات وكل حاجه، لكن الاهلي برضو وصل. انا بص يعني احنا عايزين نتكلم على اللي حصل الشوط الثاني، يمكن هو دوت اللي ممكن نتكلم فيه. الشوط الاولاني ده اداء النادي الاهلي، الضغط، الفرص، لكن الشوط الثاني التراجع اللي حصل يعني في عدم توفيق لمستر كارتيرون. انا بحاسس اخر تغييره كانت صلاح محسن فاول كره اتصاب فيها، دي مشكله كبيره. التراجع اللي حصل، انت ابتديت تشتغل على المرتد، المفروض انت عندك مخزون بره اللي هو التغييرات اللي هتعملها هي اللي هتعدل لك الجزء البدني في الملعب. وانت بتلعب على الهجمه المرتده، فكان عندك انت عملت مؤمن، نزلت مؤمن، نزلت صلاح محسن، اكرم عشان يعالج حته في نص الملعب. فانت كان ممكن الناس دي لو في حالتها او الامور طبيعيه انت جات لك فرص كتيره قوي وانت متراجع في الشوط الثاني. يعني الهجمه المرتده اللي انت عملتها في اكتر من كره في الشوط الثاني، لو عندك صلاح محسن يعني ما اتصابش اول ما نزل، انا في اعتقاد طبعا عايزين نسال عليه نشوف اخباره ايه. صلاح محسن عنده اماميه، يعني في حاجه اول ما نزل وعلي معلول للاسف كمان بيقول لي ان في حاجه في الضم في صوره بتبين لعلي معلول وهو متعور، فان شاء الله الرحمن باذن الله عندنا فتره فهي قدامك يا كابتن حمدي. فبقول الحاجات دي يمكن اثرت على النادي الاهلي، ونقول الحمد لله ما حصلش مشاكل وحصل ودخل اهداف ولا حاجه، ولكن النادي الاهلي زي ما قلت قلب الدفاع عندنا سليف وايمن كانوا واقفين كويس، احمد فتحي عمل كذا تغطيه عكسيه رائعه، يمكن التراجع حصل، ما فيش الضغط اللي كنا بنشوفه، خدوا هم الاستحواذ، ولكن لو كانت التغييرات اللي نجت جت بشكل ايجابي بالنسبه لنا كان ممكن في الهجمات المرتده وسرعه صلاح محسن وازارو ومؤمن ممكن تعور كمان في توقيت غلط، غلط في توقيت اخر توقيت اخر تغييره صعب. صعب يعني صعب. هي التغييره الثالثه بتاعتك الثالثه وانت كمان المساحات بدات تبان قوي، وابتدى هم يعملوا اندفاع، عايزين هو طول الوقت عايز يلعب على هدف واحد، عايز يجي يسجل فيك هدف يعمل لك مشكله في الماتش اللي هناك. صحيح، يعني انت ان شاء الله باذن الله ماتشك الثاني ده انت كسبان 2 هدف تجيبه هنا خلاص الموضوع يعني بنسبه كبيره انت خلاص خدت المباراه. يعني هو الهدف خارج ملعبك هو اللي عمال يلعب عليه طول الوقت، يعني برغم انت 2-0 الشوط الاولاني كان مقفل شويه وعايز يخطف هجمه مرتده، يعني الشوط الاولاني بيلعبك لعيب بس هو عبد المؤمن هو كان سايبه حر، يمكن احنا قلنا بيلعب ناحيه اليمين لا لانها ناحيه الشمال لانها تحت راس الحربه حر، كان حر يعني مديله حريه الحركه في التحركات بمهارته بتسديداته، ولكن الشناوي كان موفق في اكثر من واحده، الدفاع كان واقف بشكل كويس في الشوط الاول. الشوط الثاني يمكن احنا حصل تراجع عندنا، ولكن برضو لما تيجي بص الخطوره جت في واحده لاكرم اللي هو النص ملعب بتاع وفاق ستيف كوره من ناحيه ورا علي معلول كورتين، دي اللي كان عندنا كانت فيها شبه خطوره على على, على النادي الاهلي، ولكن الشناوي كان قافل الضيقه بشكل كويس وقدر يتعامل معاها. دي يمكن لكن استحواذ في نص ملعب قلنا راح لوفاق ستيف في فترات كتيره في الشوط الثاني. احنا في تراجع مننا بس وقافلين احنا العمق بشكل كويس وابتدينا نعتمد على المرتد. لو في توفيق للمهاجمين وليد ازارو صلاح طبعا في وليد سليمان برضو قبل ما يخرج ابتدى يشتغل بشكل كويس جدا. يمكن التغييرات لو يعني كان ليها دور سلبي شويه النهارده، يعني حتى ما ساعدتش النادي الاهلي في حته الارهاق اللي كانت موجوده في الملعب. يمكن وده عادي. اكرم لا اكرم نزل لحاجه معينه لهدف معين عشان يقفل الناحيه اليمين، ولما نزل صلاح محسن كمان نزل متعور يعني ده لا اول ما نزل اول كوره فده ما بقول لك سوء حظ من مستر كارتيرون يعني دايما التغييرات اللي عندي هي دي الاسلحه اللي بتعمل التنشيط بشكل كويس جدا. وليد ازارو النهارده رائع، خد بالك كان بيسحب الفرقه صحيح. بشكل كويس وسط ما انت عامل ضغط عليك بتروح لوليد ازارو بيشد الفرقه لقدام بشكل كويس، كان محتاج يقف على الكوره في اكتر من كوره جات له كان لازم يقف يستنى يعمل ديلينج يستنى الناس اللي جايه من تحت، لكن هو كان بيتسرع عايز يعدي يشتغل فردي، لكن لو كان يقف بالكوره بشكل كويس للناس اللي جايه كانت ممكن تشكل خطوره اكتر يعني. طيب هنروح برضو لزميلنا كريم احمد نشوف معاه مين من نجوم النادي الاهلي ومكملين كلامنا مع حضراتكم، وانتوا كمان ابعتوا لنا بقى مين رجل اللقاء، عايزين نقرا بعض تعليقاتكم وبعد رسائلكم.
كابتن سيد بجد التحيه ليك لكل كابتننا الكبار جمهور النادي الاهلي. سريعا بينضم لي الكابتن اسلام محارب. مبروك يا اسلام، كالعاده اداء مميز، اداء رجولي، يمكن زي ما بنقول عندك اصرار كبير وروح كبيره جدا في الملعب بتبان. بتقول النهارده ايه على الفوز وعلى الاداء؟ كنا طمعانين ان احنا نكسب اكتر من كده، لكن لسه يمكن ربنا شايل لنا الخير ان شاء الله في المباراه اللي جايه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا برحب بالكابتن سيد وضيوفه الكرام، بقول الحمد لله طبعا على النتيجه النهارده، والحمد لله على المكسب، خطوه بتقربنا ان شاء الله للفاينل. ربنا يكرمنا ان شاء الله كده، وان شاء الله نحقق نتيجه برده ايجابيه ان شاء الله هناك. قول لي مستر باتريس عاد ازاي كابتن يوسف انتوا كمان كلاعيبه، لان المباراه كانت صعبه جدا بالنسبه لنا، لكن كان في تحضير باين مهم جدا من الجهاز الفني ومنكم كلاعيبه. والله احنا كلاعيبه بنقعد مع بعض كتير، والمدير الفني كابتن مستر باتريس بيتكلم معانا كتير، وكابتن محمد يوسف، الجهاز كله بيتكلم معانا ان شاء الله ربنا يكرمنا في البطوله دي وناخد البطوله ان شاء الله طبعا. والكابتن محمود الخطيب طبعا بيجي يقعد معانا ويتكلم معانا وبيحفزنا. احنا طبعا الحمد لله ادينا النهارده اداء كويس وقدرنا نكسب 2-0. كنا ان شاء الله يعني النهارده كنا نقدر نزود النتيجه، بس طبعا ما فيش نصيب وكده النهارده نزود النتيجه. ان شاء الله نقدر نعمل نتيجه ان شاء الله طيبه معاهم ان شاء الله هناك. عايز اكلمك على الهدف وعلى الفرحه وعلى العلامه، الناس يمكن متلخبطه شويه، لكن على ما اعتقد العلامه دي هي وحده الفريق يا كابتن اسلام، عايزين نوضح الامر. والله هو العلامه بتاعت الحركه بتاعت دي كده طبعا، انا وايمن اشرف كنا متفقين ان احنا نعملها لكابتن محمود الخطيب. عملنا الاحتفال ده، وعملنا الاحتفال اللي هو بتاع الترابط بتاع الجمهور، احنا والجمهور ايد واحده وكده، والحمد لله قدرت احرز النهارده هدف، ووليد برضو احرز هدف، كنا كويسين النهارده وعملنا اداء كويس، وان شاء الله ربنا يكرمنا في اللي جاي ان شاء الله. قول للاعيبتنا الرجاله رسالتك ليهم ايه؟ لسه عندنا المشوار طويل، حابب تقول لكل اللعيبه الرجاله. طبعا بقول بشكر اللعيبه كلها والجمهور اللي جه سندنا النهارده والجمهور اللي ما قدرش يحضر. بقول للعيبه ان شاء الله الخطوه اللي جايه تقربنا للماتش النهائي ان شاء الله، ربنا يكرمنا ان شاء الله في الماتش اللي جاي ونصعد ان شاء الله. حبيبي شكرا، حبيبي شكرا. بنشكر اكيد يا كابتن سيد اسلام محارب، اداء رائع بالنسبه للنادي الاهلي، ان شاء الله تكون مباراه قادمه بالنسبه لمباراه وفاق الصيف ومباراه العوده باذن الله، نتيجه المباراتين يأهلونا باذن الله للمباراه النهائيه. مستمرين معاك يا كابتن سيد ولقاءات خاصه هنا من استاد السلام عقب الفوز على وفاق الصيف. عوده ليك يا كابتن سيد عبد الحفيظ. يعني بعد ما سمعنا اسلام، وكان اسلام كمان في فرحه ما بينه وما بين احمد فتحي، ودخل فيها ايمن اشرف فرحه الهدف يعني، بيقول ان احنا والجمهور ايد واحده، يعني احنا والجمهور ايد واحده. يمكن ما حضروش النهارده الجمهور، لكن ان شاء الله الرحمن في النهائي باذن الله الاستاد كله بقى كل استاد القاهره، على انا متاكد ان شاء الله الرحمن باذن الله يبقى استاد القاهره. طيب كابتن اسامه هعرض لك بقى، او مش هعرض لك، هقول لك بعض الارقام كده شويه ومن خلالها تقول لي كمان ايه الاهلي ومدى تفوقه على وفاق الصيف. الاهلي بيفوز على وفاق الصيف للمره الثانيه بنفس النتيجه، يعني المرتين، المره الاولى اللي كسبها الاهلي سنه 88 كابتن حماده حضرتك كنت بتلعب الماتش ده عن طريق كابتن علاء مهوب وكابتن ربيع ياسين 2-0، النهارده برده 2-0. الفوز الثامن للاهلي هذا الموسم والسادس بملعبه والتاسع على الانديه الجزائريه بالنسبه لافريقيا يعني. كلين شيت الثامن للاهلي في النسخه اللي احنا فيها ديت، ورقم 164 افريقيا بشكل عام يعني، الفوز رقم 171 افريقيا ورقم 41 بنتيجه هدفين دون رد. وليد سليمان بيسجل هدف رقم 10 بالنسبه له في النسخه، يسجل الهدف الثالث اسف في النسخه الحاليه، ورقم 10 في دوري ابطال افريقيا وال13 بمستوى افريقيا بكل بطولاتها يعني، ورقم 49 بالنسبه له في كل المنافسات محليا وافريقيا. اسلام محارب بيسجل المره الثالثه افريقيا والتاسع بقميص الاهلي، كلين شيت الثامن افريقيا للشناوي ورقم 30 بقميص الاهلي، يعني ده 8 مرات للشناوي كلين شيت بالنسبه له السنه دي في النسخه اللي احنا فيها، و 30 على المستويات البطولات كلها. اسلام محارب النهارده عنده بعض الارقام برضو، تمام؟ هعرضها مع حضرتك كابتن اسامه. انا بس قبل ما تعرض ارقام اسلام محارب، لازم نحيي برضو الشناوي النهارده، في كره كانت في الشوط الاولاني صحيح، واللي كانت النتيجه على ما اعتقد 1-0 او 0-0، ورغم انه اتزحلق فيها اللي اتعملت كانت كروس في ال 18 والمهاجم بتاع وفاق الصيف حطها بدماغه، وكانت صعبه جدا في زحمه، لكن الشناوي كان موفق فيها وشالها يعني بمهاره عاليه جدا، فلازم نحيي الشناوي على الكره دي، كانت ممكن تغير مجرى المباراه. طيب ده اسلام محارب يا كابتن، لعب النهارده 90 دقيقه، اكتر من فاز بالالتحامات الثنائيه 7، احرز هدف، ثاني اكتر من عمل تاكلينج صحيح 3، صنع فرص للزملاء 1، مراوغات ناجحه 1، عدد محاولات على المرمى 2، حصل على اخطاء 2 او حصل على اخطاء 1، دقه تمريراته 50%. وانا بقول ان في واحده كان طمع فيها شويه كابتن حماده لو تتذكرها في الاخر كده شويه، فالارقام الى حد كبير مقبوله ومعقوله، لكن
الاجهاد والارهاق كان له سبب كبير جدا في عدم ظهور الاهلي في الشوط الثاني تحديدا من نفس مستوى الشوط الاول. لا بس اسلام محارب النهارده قدم مباراه كبيره حتى يعني دي ادى برضه في مباراه النجمه مباراه كبيره ادى في مباراه الحريه هنا وهناك في غينيا. لا ما شاء الله اسلام محارب بدا يعني يثبت رجليه في التشكيله الاساسيه للنادي الاهلي. كنا احنا بنتكلم عن اسلام محارب ان هو كان الافضل يلعب اخر 20 دقيقه اخر 30 دقيقه انتاجه اكبر، لكن دلوقتي بدا يغير المفهوم ده من دلوقتي من بدايه المباراه. لا بنشوف اسلام محارب بيأدي شكل مميز وهو طور الناحيه عنده كمان الهجوميه، بدا يدخل ال 18 بدا يبقى ليه تواجد ليه فرص دلوقتي بيحرز اهداف. فلا يعني اسلام محارب ما شاء الله يعني كل مباراه عن الثانيه بيزيد. النهارده لازم نحيي كارتيرون صراحه، الراجل بيشتغل في صمت مش حاسين بيه خالص. انا قلت النهارده بيفقد اهم لعيب عنده قبل المباراه هو جمهور النادي الاهلي، والراجل بيشتغل على الظروف اللي هو موجود فيها وعايش فيها، بيفقد اهم لعيبه عنده سعد سمير مروان محسن عمرو السلية كلها عناصر اساسيه. اجايه قبليهم اجايه من بدايه الموسم هيقعد فتره طويله، كلها عناصر اساسيه يعني اي واحد ممكن تشيله من التيم ممكن يوقع لك الشكل العام بتاع التيم، لكن النهارده ده كل واحد يعني يشيل فرقه لوحده سواء سعد سمير ونجيب او عمرو السلية ونجيب وميدو جابر واجايه لوحده فرقه برضه يعني مروان محسن قلناه عناصر كتير، لكن النهارده وحاجه تربويه رائعه جدا. يمكن هو ماهر انتهت في فتره من الفترات لكن مستمره بالنسبه له في البعد عن التشكيل اللي هو ناصر ماهر يعني. ففي الدرس كان كبير جدا واعتقد بقى ان هو خلاص يعني الامر بقى يعني في اوقات كده لا هو كمان قادر يحتضن اللعيبه. واحمد حمدي في بدايه الموسم لما كان بدا يحس ان في شويه دلع استبعده من معسكر الاعداد، شفنا احمد حمدي بدا يرجع في مباراه النجم اللبناني وبيظهر بشكل كويس، فهو قادر يعني يوصل للعيبه ويقنعهم، وهو يعني تحس انه لم اللعيبه كلها حواليه يعني كل واحد بيديله حقه، كل واحد مقربه من الفرقه، لا ما بيبعدش الناس. النهارده برضو بتشوف ان وليد ازارو ما بيسجلش، طب ما ممكن مدرب النهارده يسحب وليد ازارو وينزل صلاح محسن، لكن هو نفسيا عايز يحافظ على وليد ازارو، شايف ان وليد ازارو بيعمل مجهود كبير وكبير جدا ومن احسن اللعيبه الموجوده في المباراه وليد ازارو، رغم ان هو مش موفق في احراز الاهداف، هو بس وليد ازارو محتاج هدوء لكن بيحافظ عليه نفسيا، ما خرجوش من الملعب وبيسيبه. النهارده هشام محمد كان بعيد بدا يدخل وحطه من العناصر الاساسيه. احمد حمودي بعيد جدا ويعني كان عليه كلام كتير، النهارده بيدخل وبيديله في وقت صعب وبدا يديله مباراه ورا الثانيه، ما شاء الله دلوقتي حمودي بقينا بنتكلم عن الدور الايجابي اللي بيعمله في الناحيه الهجوميه، صلاح محسن بيجيبه ممكن يبدا فيه في مباريات ورايح ازارو، فهو ما شاء الله قادر يعني يعمل التوليفه كل مباراه اللي بينجح بيها وبيشتغل تحت اي ظرف، يعني في مدير فني ممكن يطلع قبل كل مباراه يقعد يشتكي اصل الظروف اصل الملعب اصل الاصابات اصل السفر اصل لا هو باقلم نفسه، هو موصل للعيبه ده عارف لغه النادي الاهلي هي المكسب تحت اي ظروف. فاحنا لازم طبعا نحيي كارتيرون على الاداء وعلى النتائج خلال الفتره اللي فاتت. اتفق معاك تماما كابتن اسامه في اللي انت قلته كله، بصراحه الراجل بمنتهى الصمت بيشتغل. لكن نروح بقى رؤيه فنيه ثانيه للطرف الاخر المغربي رشيد الطوسي مع زميلنا كريم احمد ورؤيتهم للقاء واستعداده للقاء الاخر. كابتن سعيد عبد الحفيظ سريعا كابتن رشيد الطوسي طبعا المدير الفني لفريق نادي وفاق سطيف. كابتن رشيد في البدايه بنقول لك هارد لك النهارده، لكن لو بتكلم على المباراه بشكل عام بتشوف الجيم النهارده ازاي واداء فريق وفاق سطيف ازاي؟ فالمباراه كما شفتوا لازم شوطين، الشوط الاول من بعد البدايه اللي كنا دخلنا في المباراه يعني واللاعبين كانوا مركزين بشكل جيد يعني، والوقت اللي اتقنا اكثر يعني كانت هناك ثقه زائده، الوقت اللي ارتكبوا اخطاء واخطاء اللي عدم تركيز اخطاء اللي بعد عين فرديه. ولكن الشوط الثاني شفتوا كيفاش غيرنا من منظومه اللعب، غيرنا من بعض اللاعبين، وقفنا ند بالند وهضرنا فرص تسجيل يعني كانت مباراه مفتوحه خصوصا الشوط الثاني، وتعد الشوط ديال المدربين واللي كنا قاب قوسين تسجيل هدف، الا انه ما توفقناش علما بانه انا كنت راضي على اللاعبين في الشوط الثاني، راضي رضا تام. وتيضر هذا الشوط الاول لعبناه في القاهره ضد الفريق الاهلي، واللي بهذه المناسبه كنهنيهم على هذا الانتصار، ولكن هناك شوط ثاني ان شاء الله في الصيف في ظروف مغايره بتاتا، لا من ناحيه ارضيه الملعب لا من ناحيه الحماس الجمهور اللي غيكون عند اللاعبين، ولا بالنسبه لي انا كي تكلمت مع اللاعبين في غرفه الملابس من بعد نهايه المباراه بان مازال هناك لاعب، مازال هناك شوط ثاني، والشوط الثاني
اكيد غادي نكونوا يعني يعني كما تنقولوا حنا يعني فريق صعب 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 في الميدان ديالو، ومازال عندنا حظوظنا وافره للتأهل ان شاء الله النهائي ان شاء الله. شوف الجمهور وحضوره في مباراه العوده يبان ليه تاثير كبير على وفاق السيتي. فهذه كلها عوامل سبق اللي تكلمت عليها، هناك الملعب، هناك الجمهور، هناك حتى اللاعبين كذلك اللي معودين على ارضيه الملعب، وفي نفس الوقت اللي كيتزاد فيهم حماس اكبر واكثر في الميدان ديال 8 ماي في الصيف. شكرا. بنشكر اكيد كابتن رشيد طويس المدير الفني لفريق نادي وفاق سطيف المغربي وفاق سطيف الجزائري. زي ما بنقول لك يا كابتن سيد، كانت مباراه قويه للنادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله عندنا امل كبير وثقتنا موجوده في لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني. ان شاء الله تكون مباراه العوده في سطيف تكون مباراه من نصيب النادي الاهلي، وباذن الله تكون في النهائي باذن الله، والبطوله الافريقيه لن تخرج باذن الله من دولاب بطولات النادي الاهلي. بكده كابتن سيد يمكن ده اخر لقاء معانا كابتن رشيد طويس المدير الفني لفريق وفاق سطيف، على امل ان شاء الله خلال المباراه القادمه سواء في بطولة الدوري العام أو في البطولة العربية وفي البطولة الأفريقية نكون مستمرين معاكم كالعادة مع كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان لحظة بلحظة، بننقل كل أخبار وكواليس فريق النادي الأهلي. عودة ليك يا كابتن سيد عبد الحفيظ. شكرا زميلي كريم أحمد. بعد ما سمعنا رشيد الطوسي المدير الفني المغربي لوفاق الصيف بيتكلم على استعداداته وخصوصا في المباراة الثانية، واحنا كمان لازم نستعد، وزي ما قلت يعني 2-0 كويسة مش وحشة، لكن في نفس الوقت لازم حرص وحذر واهتمام شديد جدا. واتمنى ان علي معلول يلحق، اتمنى ان علي معلول يلحق، يعني هي اصابه في العضله الضمه، وصلاح محسن اصابه في العضله الاماميه، يعني مش عايزين نقول شد بقى ولا مزق غير لما نشوف الاشاعه بكره هتقول ايه من خلال الدكتور خالد محمود طبيب النادي الاهلي او مدير الجهاز الطبي للنادي الاهلي. كابتن ماهر الاهلي راح بكره بيقولوا لي، وهيستأنف تدريباته الخميس، وعشان هيستأنف تدريباته عنده مباراه في الدوري يوم 7 اللي هو يوم الاحد اللي جاي. انت بتبص لافريقيا لكن ماشي كمان في الدوري، ولاعيبه عندك وليد سليمان لازم يروح منتخب، لازم يروح منتخب ان شاء الرحمن، يعني اعتقد ان شاء الله يعني هيعمل ايه اكتر من كده؟ يقطع نفسه بيرد على خلاص انت بترد على الناس كلها، وقدمت مستوى طيب جدا جدا على فكره. الاختيارات اللي جايه جايه خماسي للاهلي، جاي محمد الشناوي وجاي محمد هاني وجاي ايمن اشرف وجاي مروان محسن وصلاح ومروان محسن وصلاح محسن، يعني مش جاي وليد سليمان. اعتقد ان هو الراجل كان يستاهل ويستاهل عن استحقاق وعن جدار، لكن الاهلي يخرج من حاله الاجهاد دي ازاي والارهاق دي ازاي؟ اول مره اشوف الاهلي في الحاله المرهقه دي السنه دي بالشكل ده. يعني المكسب حلو وجميل وكل حاجه، لكن التعب كان باين جدا، وخصوصا في تلت ساعه و25 دقيقه الاخيره، رغم ان الاهلي جات له فرص كتيره في الفتره دي. هنتكلم على تلت ساعه دي يا كابتن سعيد، هي حاله نفسيه للفرق الكبيره، انت بعد المكسب ده عايز تحافظ على الهدفين، فانت اوريدي اللعيبه بترجع خطوطها الثلاثه واخد بالك، ويبدا نوع من التامين الدفاعي، وبتحسب فعلا لجهاز وبتحسب للاعبين، انك انت لما بدات تحس بالخطر، احساسك بالخطر واندفاع لاعبي وفاق سطيف بدا يحصل تراجع للنادي الاهلي في نص ملعبه، وده وارد من ضمن الخطط اللي بيلجا ليها المدير الفني، وبعدين خبره لعيبه النادي الاهلي هي اللي رجعت في الجزئيه دي على اساس انها تحافظ بشكل كبير جدا، وبعدين يبدا يحصل نوع من التنظيم الهجومي اذا كان من خلال الدكه من بره، زي ما احنا قلنا يمكن اضافات اللاعبين اللي دخلوا الثلاثي اللي دخل اكرم ومؤمن وصلاح محسن ما كانوش اضافه ايجابيه وعملت نوع من الانتعاش على خطوط النادي الاهلي، لكن خبره ان النادي الاهلي يا كابتن سيد قدرت انها تنهي اللقاء من خلال الدقيقه 80 لحد الدقيقه 90 مع الوقت الضايع باكثر من ثلاث فرص، منهم هدف اكيد لحسب تسلل هدف اكيد، فالنادي الاهلي نجح في الجزئيه دي نتيجه الخبره اللي موجود عليها اللاعبين وحرصهم على المكسب الغالي اللي هم قدروا يوصلوا له بهدفين، فده وارد مع الفرقه الكبيره انك انت بترجع وتحافظ على هذا المكسب حاله من الحاله النفسيه، وبعد كده بيبدا يحصل بقى الاندفاع من خلال التغييرات اللي اضافها مستر كنترون او من التغييرات اللي داخل الملعب، خصوصا انك انت خرج من عندك عنصرين من اهم العناصر منهم واحد النهارده رجل المباراه وليد سليمان اثر بشكل كبير جدا هو حسام عاشور، وكمان حسام عاشور كمان في ادائه كابتن سيد لحد ما خرج كان رمانه ميزان الملعب الدفاعيه للنادي الاهلي، كل الكور اللي اتقطعت في نص الملعب كانت من خلال حسام عاشور تواجده تحت الكوره بشكل ايجابي، فاحنا بنحيي طبعا من خلال برنامجك على اداء لعيبه النادي الاهلي. عايز اكلمك عن الاجهاد، ده وارد الفرقه الكبيره النادي الاهلي متعود بقاله سنتين اكتر فرقه في مصر
ما اخذتش راحه، يمكن السنه اللي فاتت ما اخذتش راحه، السنه اللي قبلها ما اخذتش راحه. النادي الاهلي بيطلع من بطوله لبطوله، النهارده بتقفل ملف البطوله الافريقيه بتخش في ملف الدوري العام، بتقفل ملف الدوري العام بتخش في البطوله العربيه، بتقفل البطوله العربيه بتخش في السوبر. فده حكم النادي الاهلي ووجوده ان هو بطل يا عيني، مفيش راحه ومفيش استمتاع. النهارده انت بتكسب، عايز اللعيبه تحس بس بطعم المكسب، ما بيلحقوش. بكره راحه وبعد بكره تدريبات، فالنادي الاهلي مكتوب عليه ان هو عدم الراحه، وحتى كمان ما بيستطعمش المكسب من خلال ادائه. عايز اقول لك ان كل الوسائل الحديثه للاجهاد موجوده في النادي الاهلي، اذا كانت من خلال راحه سلبيه او من خلال تدريبات استشفاء للعيبه. هم تذكرتين، حتى 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 هم تذكرتين، حتى الاجهزه تذكرتين. بص اوعى سيد اوعى تحت، هم تذكرتين. حتى الاجهزه اللي بيتعامل بيها الجهاز الطبي كمان بتساعد بشكل كبير جدا اللعيبه. فخلال 24 ساعه حبيبي يا كباتن، حبيبي هنلاقي لعيبه النادي الاهلي عشان موجودين في الدوري. عشان كل اللي بيقوله كابتن ماهر همام، عشان تلعب في الاهلي لازم تكون شخصيه مختلفه تماما، راجل بمعنى الكلمه. اتفضل يا عم سمير. 11 راجل في الملعب، اهلاوي 90 دقيقه على المكسب، اهلاوي العب لنادي الوطنيه، اهلاوي الفوز ده ليك حاجه عاديه، اهلاوي اسمعك، وبتقعدوا تسمعوني هريتوني وانا اسمعوني. طيب مر يعني انا بسمعك، اسمعوني الله يخليكم، اسمعوني. اه تحب ورده؟ صوتها فظيع. اه لعبه الايام كتير. عارف انت الحاجات دي عندك ايه؟ بتسمع ايه الورده؟ كل حاجه عندي زي بدر رجب، بيعشق ورده. ورده هو اللي حببنا فيها. بدر بدر اه طبعا. لا دي ليها واحده اغنيه جامده جدا اسمها حنين، عارفها؟ اه طبعا. اوف حنين دي بقى يعني سافر بقى، سافر بقى وسيب نفسك. طيب كابتن حماده، يخرج الاهلي ازاي؟ هل الاهلي يخرج بعمليه التدوير وراحت بعض اللعيبه، ولا يخرج الاهلي ازاي؟ ما هو برضه عينه على الدوري وقبل ما تقابل مواجهه افريقيه وقبل الراحه بيهمك ان انت تحقق نتيجه كويسه في الدوري. اه طبعا هو مضطر للتغيير، يعني مستر كارتيرون عنده اجهاد وعنده اصابات، فهو مضطر للتغيير. فريق بيشارك في 4 بطولات وخد 25 لاعب، فدي مشكله كبيره. حتة اللي أنا معادلة صعبة، حتة بتلعب في بطولات أنت مطالب تبقى الأول في كل بطولة بتدخلها، بتلعب على مركز واحد، أكيد بيجي لك في السكة إصابات إرهاق. النهاردة خروج حسام عاشور يعني إن شاء الله بقى إجهاد، بس ما بقاش فيه إصابة برضه. يعني أول تغيير كانت حسام عاشور كان عنده مشكلة برضه من توالي الماتشات، وبعد كده داخل على الدوري. لازم عندك زي ما قال الكابتن ماهر، حته الاستشفاء مهمه جدا، يعني عشان تقدر اكمل بالعدد الموجود عندي. بالتالي كل المقيدين في النادي الاهلي هيلعبوا السنه دي، ما فيش حد مش هيلعب. كله لعب اساسا يا كابتن؟ كله لعب في فتره احنا لسه ما ابتديناش، مثلا مفيش غير احمد الشيخ بس، هو ما لعبش كل الفرقه لعب. يعني 7 اسابيع في الدوري على 4 ماتشات او 6 ماتشات في افريقيا، ال 25 لعيبه لعبوا. ولسه انت لسه يعني قدامك موسم طويل، هتحتاج اللعيبه كلها تبقى جاهزه،
النهارده زي ما قلنا التغييرات يمكن ما افادتش قوي النادي الاهلي لظروف ما داخل الملعب يعني. فالاهلي محتاج يعني مستر كاردونا هيضطر للتغيير في خلال الدوري اكيد بيبص على البطوله الاهم دلوقتي افريقيا اللي فوق قدامك انت عندك مباراه توصلك النهائي فاكيد يقدر يحافظ على القوام الرئيسي على قد ما يقدر ولكن مش هيقدر يعمل تغييرات كتيره اكيد حته الروتيشن دي هتنطبق الفتره الجايه يعني مش كلمه بتتقال وخلاص لا هو مطالب يعمل القصه دي الفتره الجايه يعني كل الناس الموجوده مروان محسن متواجد محمد هاني متواجد يحصل تغييرات داخل الملعب ممكن محمد فتحي يتنقل في نص الملعب لو في مشكله في نص الملعب صبر يحيى تلاقيه متواجد ايمن اشرف ان شاء الله يمكن سعد سميري ممكن يرجع يبقى عندك ايمن اشرف ممكن تنطره ناحيه الشمال اكيد في تغييرات لازم تحدث في التيم احمد حمدي يبقى ليه دور كبير ناصر ماهر لازم يرجع النادي الاهلي محتاج اللعيبه دي كلها الفتره الجايه من خلال الدوري ومن خلال ماتش افريقيا الجاي وان شاء الله الماتش اللي بعد كده باذن الله ماتش النهائي فالتدوير ده مطلوب او مجبر عليه لازم ادور في التيم دلوقتي توالي الماتشات توالي البطولات اللي انت فيها بس هي المشكله المعادله الصعبه انت ليه يعني معلش يعني اتحاد الكوره حته نادي يشارك في اربع بطولات برضه صعبه يعني صعبه صحيح لنا في افريقيا بطوله عربيه ما اعرفش طبعا السنه دي يا كابتن حماده انا قلت كان لازم النادي الاهلي يبقى ليه حاله استثنائيه او الفرق اللي بتشارك في بطوله افريقيا القايمه النهارده بدل ما يبقى عندي قايمتي 25 لازم قايمتي تبقى 30 لازم اديك استثناء النهارده ما انت بتلعب في افريقيا السنه دي الاهلي هو مديك في يناير بس في يناير اكون خلاص لا انا في بطولتين خمسه استبدال في بطولتين نفسهم بطولتين انت بتلعب اثنين افريقيا المصري نفس الكلام انت عندك الزمالك والاسماعيلي بعد كده بس الاهلي والمصري قطعوا شوط كبير في بطوله افريقيا كان لازم يبقى ليه حاله استثنائيه للاهلي والمصري نظرا انت داخل كمان في يعني المصري ما اشتركش في البطوله العربيه علشان عنده توقيتات مشابهه فدخل مكانه الاتحاد السكندري لكن النهارده الاهلي انت داخل زي ما قلنا اطول موسم في العالم مش يعني مش في مصر بس وعدد مباريات احنا عدينا عدد المباريات للنادي الاهلي ربنا يكرم اللعيبه ان شاء الله والنادي الاهلي ويوصل للمباراه النهائيه اكتر من حاجه و80 مباراه لما بنتكلم في افريقيا 14 مباراه وعندك افريقيا كمان بتلعب اثنين افريقيا في سنه واحده 14 مباراه عندك دوري 34 مباراه عندك كاس مصر ممكن 6 مباريات عندك بطوله عربيه 10 مباريات عندك السوبر المصري هتلعبه لو ربنا كرم هتلعب كاس عالم انديه عندك اجنده دوليه منتخب اول ومنتخب اولمبي ده كم من مباريات كبير جدا فلازم يبقى كان في حاله استثنائيه للنادي الاهلي ان يبقى القايمه فيها 30 عشان تقدر تدي يعني مساحه اكبر للمشاركه اللعيبه لازم اتحاد الكوره برضو يبقى ليه دور خلال الفتره الجايه مع النادي الاهلي النهارده انت النادي الاهلي بيمثل مصر النهارده وجود النادي الاهلي في قبل نهائي افريقيا ان شاء الله ربنا يكرم توصل يعني نهائي افريقيا دي حاجه كبيره جدا للكره المصريه وحاجه تحسب للكره المصريه بس هو الحاج عامر حسين بالامانه يعني متفاهم جدا استاذ متفاهم جدا مع كل الانديه لا استاذ متفاهم هو معذور في عدد يعني عمل كده مع المصري في تنظيم وتنظيم استاذ عامر حسين الحاج عامر حسين يعني متفاهم مش مع الاهلي بس على متعاون لا مع كل الاهلي والزمالك والاسماعيلي ومتعاون جدا بيشارك سواء كان افريقيا او عربيا طيب يعني في حاجة حلوة جدا هبعتها لكم بعد شوية أو هقولها لكم بعد شوية لسليف كلوبالي واضح إن هو دمه خفيف جدا بس بعد شوية هعرضها لكم يعني. طيب كابتن ماهر اتكلمنا دي حلوة أوي ده عماد متعب كابتن عماد متعب يعني كان مشارك النهاردة أوكي من خلال تواجده وأعتقد إن من الحاجات اللي هي يعني ممكن تبقى غريبة على الآذان أو غريبة على الناس اللي بتتلقى الكلام اللي هقوله ده إن أنت لمتك كجمهور او مسؤول في مباريات ممكن تخرج لعيبه من الاجهاد يعني حرص اللعيبه انها تشوف نجوم كبيره لها اسم ولها مكانه ولها تاريخ كويس في النادي جايه تآزر وتساند وتشجع بيطلع جزء كبير جدا من حته الناحيه الاجهاد بتروح لحته نفسيه شويه كابتن حماده بقى ما دي ظهرت بقى في اسلام محارب لما عمل بايده كده وكان بيقول احنا يعني دي رساله مننا لجمهورنا بيقول الكابتن محمود الخطيب اجتمع معانا وقال يعني رسالتكم لجمهوركم انكم تفرحوا الجمهور النهارده اللي مش متواجد معاكم
في المباراه، فانتوا لازم يبقى عليكم دور النهارده ازاي تفرحوا جمهور كل ما حضرش المباراه. فده احساس اللعيبه بالمسؤوليه، ودي النقطه اللي انت بتقولها يا سيد، ان الكل بيساند. حتى النهارده ما فيش جماهير، ما شاء الله احنا شايفين في يعني لعيبه في النادي الاهلي ولعيبه قدامه موجوده في النادي الاهلي. انا كنت شايف كابتن شيف عبد المنعم برضو موجود في الاستاد. كابتن شيف على طول بيروح شايفين عباد متعب يعني. كل اولاد النادي الاهلي مع المانجا وبيروح. ودي كانت لقطه كمان اسامه غريبه، حتى احنا سالنا ايه معنى الاشاره دي. انا معاك يعني احنا وجمهور هو شرحها اسلام محارب، قال لك احنا والجمهور واحد يعني. فكانت لقطه المباراه يعني. انا اقصد دايما لما بتشوف، احنا كنا بنحس كده واحنا لعيب كوره، وانتوا برضو اكيد كنتوا بتحس كده وانتوا لعيب كوره، لما بتشوف واحد له تاريخ كويس قوي 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 وبيجي يساندك في الملعب وبيجي يكون موجود في المدرجات وبيتكلم معاك بشكل كويس على اهميه بطوله، الحته النفسيه عندك بتستثار يعني. بتلاقي نفسك يعني حتى لو كنت تعبان قوي او مجهد جدا من سفريه من ضغط مباريات ولا حاجه، تبقى سعيد لما حد بيدوافع بشكل كويس قوي. وهي دي الروح اللي بتكلم فيها. فطول ما احنا يعني قريبين من بعض، سواء كان مجموعه قديمه او مجموعه متوسطه او مجموعه جديده، ايا كان الوضع يعني كل واحد ادى دوره بشكل كويس يعني قديما حديثا ايا كان الوضع، دي اللي اشار اليها اسلام محارب وقال ان احنا والجمهور واحد. وبتوصل للعيبه كابتن سيد خد بالك يعني، اللعيبه بعد ما بتروح بيتكلموا ويسالوا بعض، كابتن حماده في الاستوديو التحليلي اشاد باداء اللاعبين، كابتن سيد اشاد باللاعبين، كابتن اسامه، كابتن ماهر امام اشاد بالمدافعين. الحاجات دي بتوصل للعيبه برضه بتديها ثقه. طيب النجوم والرموز الكبيره لما بتفرح اللعيبه هم كمان بيفرحوا يعني. ايه رايك في كولوبالي؟ انا عارف ان هو هايل لكن دمه كمان خفيف. شفت دمه خفيف جدا بعد عاملين مسابقه النهارده، لكن بعد مباراتي كان راجع راكب الموتوسيكل اللي ورا. لا سيبك من كده، احنا النهارده دي صفحتنا على الفيسبوك، صفحه ملعب الاهلي وقناه الاهلي. اوكي هو دخل صوت لنفسه والله. احسن لاعب احسن لاعب. انا مش هتضايق غير كولوبالي بقى. ايه رايك هو النهارده كولوبالي على طول اهو على طول ممتاز. عايز اقول لك دور النهارده عشان النادي الاهلي اتضغط جامد وابتدى في مشاكل دفاعيه، فهو كان ليه كان ظاهر بقى، كان باين جدا في الكرات العاليه تحت بنائه الهجمه بشكل يعني هو بيلعب على قد امكانياته يعني ما بيحاولش يتفلسف. كورته من تحت صفحه النادي ماشي بيبتدي من تحت بشكل كويس. التعاملات الهوائيه بيشتغل احنا ونادي كويس واحد جدا. الخبره واضحه فيه طبعا يعني، حتى تلاقيه في دخوله التايم بتاعه صح، مع انه هو مش سبرنتر بس بيقف صح بيتحرك صح مع ايمن يعني تحس الاثنين بيلعبوا مع بعض من فتره طويله. هو اللي ظابط الريتم اللي ورا في الوقفه في تحضير الكوره. حسام عاشور الثلاثه بيحضروا بشكل كويس جدا. سريف بيكمل في الوقت اللي عايز يكمل فيه ويباص الكوره وبيرجع بشكل كويس. فالنهارده بعتبره من نجوم اللقاء. طب شوف كلماته كمان، هو منزل تويتايه بيقول فيها ايه؟ لا تحتاج ان تكون في المدرجات فانت دائما في قلوبنا وفي عرقنا زي الدم بالظبط. ده كلام كولوبالي. اصواتك كالساعة الهادئه في ليله هادئه، لا تترك اذاننا اصواتك يعني، لا نريد ان نكون على علم باننا نلعب من اجل الاهلي، لان لون التيشيرت وحده يكفي. يعني واضح ان هو بيتكلم كويس، ان واحد متربي جوه النادي الاهلي بقى له سنين طالع من مدرسه الكوره ولا من الناشئين يعني. ده مش واحد دخل بالك سليف كولوبالي له شهرين او ده الشهر الثالث ليه في النادي الاهلي. ان واحد يدخل بالمفهوم بتاع النادي الاهلي وحب الجماهير وروح الفنانه الحمراء وان انا اكسب كل مباراه، كان ليه لقطه كان المباراه اللي اتصاب فيها اجاييه وهو شايل اجاييه على كتفه وداخل بيه الاسانسير. هي ما هي دي روح دي روح النادي الاهلي، ان انا اشوف زميلي ان انا اشيله ان انا اساعده ان يبقى في حب ان في دايما عندي لغه المكسب. فطبعا يعني والشخصيه اسامه كمان لا يعني مكسب كبير جدا بصراحه يعني روح الفانيلا وشخصيه اللاعب اللي بتفرض نفسها على الساحه. كنت اتمنى يجي من 3 سنين فاتوا صراحه متميز اصغر من كده شويه اصغر من كده اصغر من كده شويه شخصيته بشكل كبير جدا يا كابتن سيد زي ما حماده ملحوقه ان شاء الله يعني قدر ان هو يطلع المميزات اللي موجود عليها كولوبالي. وزي ما اسامه قال لك كمان ان هو لحق يعني خلال شهرين يتاقلم على مدرسه النادي الاهلي. بترجع لشخصيه اللاعب، هو شخصيه كولوبالي فرضت نفسها على الساحه. واحنا يمكن فوجئنا كمان ان راجل كابتن اضاف وحماده بعض المدربين بتستنى على اللاعب المحترف شهر شهرين لحد ما يكتمل ويبدا يعرف اللغه ويبدا يعرف عاداتنا وتقاليدنا. لكن قائد من بالظبط لكن الاحتراف يعني اللي احنا شفناه مش راهب الموقف بتاع النادي الاهلي ده اضافه بعد اسبوع حماده يعني جرأه من الجهاز الفني ورؤيه فنيه من الراجل. كويس هو عارفه كويس كان مدربه في اضافه انت عارف الكلام ده قريب من كلام كارترون مع اللعيبه.
اللي هو التحفيز وازاي بيعمل بيخلق دوافع عند اللعيبه. كلام كويس جدا هو يعني بره الكوره مستر كارترون كلامه بيبقى بيدي حماس للعيبه بشكل كويس جدا اللي هو الموجود في النادي الاهلي عارف يعني هو جاي في المكان الصح. اصل انت ما عندكش وقتك يا كابتن اتمرن يعني انت كل 3 ايام مباراه فانت ما عندكش وقت انك تمرن فانت بتلعب على العامل انك تدور في التشكيله والعامل النفسي ده تقدر تشتغل عليه جدا في الفتره دي يعني صحيح. فتره الاجهاد وتلاحم الماتشات بيبقى تكتك كله حاجات خفيفه استشفاء كلام كله كلام اكتر منه شغل بدني جامد يعني. واحنا ده الدور اللي حضراتكم بتشيروا ليه الحته النفسيه ولما يكون في حته بدنيه وارهاق وتعب وسفر وبطولات مختلفه ومحلي وعربي وافريقي يبقى لازم تشجع بشكل كويس قوي لازم تكون مساند بشكل كويس قوي. يطلع عم سمير الجزء الاخير النهارده من ملعب الاهلي واللي كان من خلاله مباراه الاهلي مع وفاق الصيف في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا واللي قدر الاهلي بيتفوق على وفاق الصيف بهدفين عن طريق وليد سليمان واسلام محارب. كابتن حماده الاهلي تغييراته الثلاثه مثلا بدات في الدقيقه 67 و75 و84 بغض النظر عن مين مكان مين ومين مكان مين لكن شايف انها متاخره. انا كتبت يمكن قلت تاخير في تاخير في التغييرات بس برجع برضو بعذر مستر كارترون في حالة 3-4 لعيبة في الملعب هو مش عارف يعني عارف في الحالة حسام وليد أكتر من لعيب في الملعب كانت الحالة البدنية أو في إصابة هي بتخلي بتعمل قلق عند المدرب في حتة التغيير ولكن كان لازم التغيير من بدري كان واضح إرهاق حدث عند في نص الملعب كان في مشكلة عندنا في نص الملعب كبيرة كانت لازم من بدري الحق الحته ديت عشان اقدر اعمل استحواذ فيمكن هو فكر في بعض 3 لعيبه في الملعب مرهقين يخرج مين يعني ممكن يكون حاطط وليد لازم يتغير وليد جه وقف حسام عاشور ابتدى يقل شويه وليد ازارو برغم المجهود الجبار اللي عمله كان برده شويه اسلام محارب يعني المنطقه الاماميه هو كان لازم يغير فيها 2-3 في وقت معين او تغييره تبقى بدري شويه بتاعت نص الملعب كانت لازم تبقى موجوده يعني بتاعت يعني دخلت في الدقيقه 70 يعني دخلت ثلث ساعه وخلاص ما انت عملتش ولا تغييره وفي حاله من الارهاق داخل الملعب كانت لازم تبقى بدري شويه يمكن هو اللي عمل له شويه قلق لما لقى اكتر من لعيب في الملعب في ارهاق جامد في الملعب فيمكن هو اخر شويه في حته العمق كان لازم يعمل التغييره من بدري بتاعت اكرم او ممكن محمد هاني
ينزل احمد فتحي كان قافل نص الملعب. فهي دي اللي كان فيها هو غير يعني غير موفق النهارده في بعض التغييرات يعني. طيب كابتن اسامه عايز تضيف حاجه في كلام كابتن حماده؟ هو صلاح محسن يعني كان التغيير 84 في دقيقه 84 اخرها عشان يعني حاله الاجهاد او الاصابات، فهو اخر اخر تغييره صلاح محسن بوليد سليمان. اسامه عاشور اكيد تغيير اضطراري، ممكن يكون حصل حاجه احنا يعني ما نعرفش عنده حالته ايه، لكن حسام عاشور اكيد لازم يكون موجود في الملعب وفي الوقت دوت، لكن انت كنت فاقد نص الملعب. اكرم توفيق تغييرته عشان يقفل ناحيه اليمين ناحيه اسلام بكير اللي نزل، واسلام بكير من اللعيبه كويسه في وقت الصيف، فهو نزله الهدف. لما حسام عاشور ممكن حس باصابه او بجهاد او في حاجه عنده خرجه وراح مدخل اكرم توفيق جنب شم حب. طيب كابتن ماهر عايز تضيف حاجه لان انا خلاص بنخلص الحلقه؟ لا زي ما الكابتن قاله يعني هو يمكن التاخير في التغييرات، وبعض التغييرات كانت ممكن احنا فكرنا ان ممكن محمد هاني يبقى في الباك رايت وينزل احمد فتحي في نص الملعب على اساس ان احنا عندنا عنصرين خبره كبار جدا عاملين توازن من اول المباراه وفقدناهم في نص الملعب وليد سليمان وحسام عاشور. لازم نزود شويه في نص الملعب يعني، هي دي كانت المشكله اللي صارت اللي كانت موجوده في كانت محتاجه في نص الشوط الثاني. طيب انا بتاسف النهارده مش هقدر اقرا اسماء، يبدو ان في حاجه في الاجهزه، لكن ان شاء الله الرحمن بكره هوعدكم باذن الله ان ناخد رسائل كتير جدا جدا. رجل اللقاء من وجهه نظر الكابتن حماده سليف كولوبالي ووليد وليد سليمان وليد سليمان اوكي كابتن لا خمسه النهارده اسلام محارب وليد سليمان عمل مجهود كبير واحرزوا اهداف، وراهم ايمن اشرف وكلوبالي والنهارده الشناوي كان مميز في هدوءه برده في التعامل في الكرات اللي جات له محمد الشناوي. انت عايز واحد بس ولا ممكن انا عايز واحد بس واديني طب اديني سببين اللي انت قلتهم. سليف كلوبالي في الضغط اللي كان موجود على النادي الاهلي في الشوط الثاني في فترات كبيره كان هو صمام امان يمكن اكتر من كره خطره قدر يتعامل معها بشكل كويس جدا يعني في تحت وفوق بدايه الهجمه يعني هو عمل كل حاجه النهارده بشكل جيد واخطاء قليله جدا. ده بجانب فيه نجوم كتير في الملعب، لكن تقول اميز بالنسبه لي النهارده من وجهه نظري سليف كولوبالي. طيب كابتن ماهر تختار مين؟ يعني نجوم النادي الاهلي كلهم، لكن وليد سليمان بقاله فتره بصراحه يعني تحس بقيمه وخبره واداء وليد سليمان مع النادي الاهلي في الفتره دي، وصاحب المكسب وصاحب السعاده اللي بيحسها جمهور النادي الاهلي في الفترة دي. مظبوط. واتمنى ان هو يفضل المستوى ده لحد المباراه النهائيه باذن الله يا رب. عشان كده حته الراحه بالنسبه له مطلوبه جدا طبعا جدا طبعا. الراحه الواحد من اميز اللعيبه في الفتره الحاليه، ومش الفتره الحاليه بس، انا عايز اقول مش مساله سر كمان، واحد من الاسباب الرئيسيه في فوزنا ببطوله 2013 كان وليد سليمان. يمكن طبعا كان موجود ابو تريكه وكان موجود مجموعه كبيره جدا من اللعيبه في الفتره الحاليه، لكن في فترة 2013 لكن وليد سليمان كان له هدفين يا جماعة في منتهى التأثير في مباراة ليوبارز هناك في الكونغو. أنا عايز أقول لك حاجة على وليد سليمان، من اللعيبة النادر في مصر، اللعيبة اللي بيجيد بره اللي بيجيد بره صحيح لأنه عنده شخصية كل بالظبط كده عنده شخصية يعني هو اللي بيجيد بشكل كويس جدا تحس عنده تقل عنده خبرة بيهدف بيسجل بره بيقف على الكورة ما هو يعني بيلعب بره زي جوه وليد بالظبط في كل ماتشات النادي الاهلي. طيب ارقام وليد سليمان النهارده مثلا قدام وفاق الصيف لعب 84 دقيقه احرز هدف، محاولاته على المرمى محاوله، صنع فرصه لزملائه 2، فاز بالالتحامات الثنائيه 7، عدد العرضيات 5، عدد العرضيات الصحيحه من الخمسه 2، قطع كور 3، مراوغات ناجحه 4، حصل على اخطاء 2. ده وليد سليمان يعني ان شاء الله الرحمن يكمل بنفس المستوى ده لحد البطوله الافريقيه لانها بطوله في منتهى الاهميه، واحد من نجوم النادي الاهلي الفتره ديت والفترات السابقه السنين كمان اللي فاتت بشكل كبير جدا من يوم ما تعاقد مع النادي الاهلي في موسم 2011-2012. كابتن ماهر في اي حاجه عايز حضرتك تقولها؟ لا بشكل كابتن سيد مبروك للنادي الاهلي مجلس ادارته ولاعبته المحترمين وجهازه الفني وجمهور النادي الاهلي اللي النهارده كمان يعني بنحيي اعضاء الجمعيه العموميه اعضاء النادي الاهلي اللي هم كملوا المشوار
وراحوا الملعب وساندوا ولادهم. هم جماهير برضه. يعني بيبقى في فرق برضه يا حماده بين عضو النادي وبين جمهور النادي الاهلي طبعا. كل واحد منتهى الشراسه. عضو النادي هو يعني جزء اصيل من جماهير النادي طبعا. كل واحد فبنبارك لهم النهارده في الاخر قبل جمهور النادي الاهلي، ونتمنى ان شاء الله الجوله الثانيه بقى باذن الله في الجزائر باذن الله يبقوا راجعين فرحانين وكسبانين المباراه ان شاء الله باذن الله. يعني كل واحد عضو جمهور عادي، كل واحد عائله الاهلي. كابتن حماده مبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله يعني نقدر نكمل باذن الله الشوط الثاني في الجزائر. مهم جدا ان شاء الله، واللعيبه تبقى في احسن حاله باذن الله. باذن الله. كابتن اسامه مبروك للنادي الاهلي يا كابتن سيد، وان شاء الله نبارك لبعض والنادي الاهلي في المباراه النهائيه ان شاء الله باذن الله. طيب قبل ما اختم، يمكن عاده في الاستوديوهات التحليليه او حتى في المباريات ولا حاجه بتهتم باللقاءات، بتهتم بالاهداف، بتهتم بالبطولات، وده شيء طبيعي جدا جدا جدا. لكن في حاجه اقوى بكتير جدا من البطولات، واقوى بكتير جدا من الانتصارات، واقوى بكتير جدا من الفوز والمهزوم، يبقى الاحترام. عائله امام، الجد والاب والابن، لكم منك كل احترام وتقدير على كل اهلاوي وكل واحد مشجع للنادي الاهلي قبل حتى ما يكون منتمي لنادي اخر زملكاوي او اسماعيلاوي. عائله امام لكم منا كل الاحترام والتقدير. يطلع يا عم بنكسب افريقيا طبعا.